السلام عليكم خوتي، انا كنشكركم بزاف حين جيتوا عندي وتاثرتوا مع البنت ديالي وجيتوا عندي. انا كنشكركم شكر خاص. انا نهار الحد غادي مع بنتي باش نتقدى بحال جميع المواطنين والمواطنات. تلقاو ليا هاد الدراري ما عرفتهمش منين خرجوا ليا، الدري وخوه. بدا الدري بدا شاد مع التليفون ما بغاش تلقوا ليه، شدها السلسله على يدو ضربها هكا على وجهها، عمر الدم كامله طاحت غيبت. فاش طاحت غيبت جلس على كرشها والاخر كيضرب فيها وجبه الجنوي وكيخسر لها في وجهها، فهمتي. دابا انا اليوم كنوجه الرساله ديالي لاي واحد شافني، لا من رجال دارك ولا من المحسنين ولا من اي واحد يعاون بنتي ويعاوني. انا راه ضيعت حياتي على ديك البنت، راه عندها 16 عام، راه باقا صغيره، راه هي ضايعه من القرايه، ضايعه من الحنان ديال باها، ضايعه من الحنان ديال اي واحد قريب ليها، ويجي هاد السيد يضربها بحال هكا. راه حشومه، انا راه كنضرب الجفاف على ولادي وكنطلب عليهم يجي واحد يحقرني بحال هكا حيت شافني مرا ما عنديش راجل في الدار. كان بيغتصب وكما كانش دخلوا الدراري والناس ساكن في كوا كون. راه بنتي دابا انا مغتصبه غنطاح، انا وليت كنفكر دابا حاليا في الانتحار، لانش بنتك مني تضيع لك بنتك، راه ما بقات عندك كرامه كاع. انا دابا انا بغيت حقي يتخاد لي، انا كاينه في بلاد المغرب، خاص بنادم ياخذ لي حقي، خاص رجال الدرك يوقفوا معايا وياخذوا لي حقي من هاد السيد، لانه تغى بزاف. من يشوف دريه عندها 16 عام يبدا يخسر لها في وجهها وكيضرب فيها بالجنوي، راه حشومه، راه عيب، راه هادشي ماشي ديالنا. ما كنعرفهمش اخويا، اقسم بالله تجيبوه لي دابا توقفوه لي، ما غاديش نعرفه، حيت انا ما كنعرفهمش. انا غادي بنتي راه الجيران وبشهادات الجامع 4 شهور 3 شهور ما كتخرجش من الدار اصلا. هي قلت لك في معقده من ناحيه با اللي سامح فيها، باغا تقرا وعندها طموح كبير، وهذا السيد كسرها. راه البنت ولا المراه راه عندهم غير وجهها، مراه حاجه ما من غير وجهها، راه الوجه هو اللي كتباني به. راه مشى ليا 16 عام اللي عندها، شوه لها وجهها بمعنى الكلمه كاع، بحال ما عرفش بيني وبينه هذا السيد. انتقم لها من وجهها وضربها. دابا المشكله في ظهرها، رجلها ما كتقد تزيد في ظهرها، ما بقاش كتقد تزيد حيت عفط عليها بزاف الدريه القايقه بزاف، كان غيقتلها. انا ملي شفت بنتي سقفت عمر الدم هربت خليتها صافي، وليت كنقول راه صافي بنتي غنرجع ما نلقاهاش. جيت عند رجال الدار قال لي اختي حنا ما نقدروش نخرجوا معاك دابا حيت كنخرجوا على لك سيد، وخليت بنتي منشوره عدم تما وما قدرونيش ما رحمونيش، حسبها بحال حيت الراجل ما كيحقرش الوليه، حيت المراه كتبقى غير مراه. بزاف حسيت بالحقره، اما دابا مخرجي ليا الرم ديال الدواء ما عنديش باش ناخذو ليها. انا ما مخلصاش حتى الكره ديالي، انا بغيت الناس يساعدوني واقفه معايا على قبل هذيك البنت غير وجع على وجهها كيما كان، حيت خاصه الدواء، خاصه بماده ديال السيكاتريس، خاصه بزاف. انا ملي جيت كنفكرت انا كليت العصا، ولكن انا ماشي مشكل، بنتي تخاد لها حقها. انا القصه ديالك كيفاش كليتيها؟ القصه ديالي انا مع هاد الناس ديما كيتعداو عليا. شكون واش نفسهم ولا ما عرفتش؟ ما عرفتش واش نفسهم ولا ماشي نفسهم. انا راني مابقيتش عدويا من صديق، انا الدار دابا مابقيتش كنخرج منها، كنخرج بالسارد كندخل بالسارد، وليت حتى الخدمه مابقيتش كنخدم. ما عرفتش انا كيفاش هاد الناس، ما فهمتش شني بيني وبينهم، ما فهمتش. انا دابا كنوجه الرساله ديالي للمحسنين ورجال الدارك والامن كامل يوقف معايا، وبغيت شي جمعيه ديال حقوق الطفل توقف معايا ترجع لي الكرامه ديال بنتي. وقع في سوق لحد واحد البلاصه كيقولوا لها دوار شلوح محسوبه على القياده ديال ولاد زيان، السيد يتعاقب، ياخذوا لي منه حقي وحق بنتي، وبغيت المحسنين يعاونوني على بنتي ناخذ لها الدواء يرجع لها وجهها كما كان. جوج ماشي واحد، جوج الولد اخوه بجوج، ولد وعنده جوج ولاد، وولد مع والد ما مجوج، واحد مجوج ووالد والاخر لا، جوج ما كاينش واحد. درت لها شهاده طبيه ودرت لها شكايه للوكيل الملك، وعطوني واحد البرا باش نقدمها لرجال الدارك باش يديروا خدمتهم ان شاء الله. انا محقوره ما عندي حتى واحد، بنتي عندها الله وانا عندي الله، بنتي رباها راه عيط لي قلت لي راه بنتك وجهها تخسر، قال لي ما عندي من ندير ليها. لو كان عارفوا معايا راجل في الدار ولا معايا شي خو في الدار ما غاديش يتعدوا عليا بهذيك الطريقه، حيت هذا الوقت صعيب بزاف، حشومه بنت دار لها في هذيك الحاله في وجهها. حنا في بلاد المغرب غزلان بنت الشعب كامل، ماشي بنتي وحدي. انا كنتمنى من خوتي المغاربه كاملين يوقفوا معايا وكاملين يتضامنوا معايا، انا ما عندي حتى واحد عندي غير الله. انا راه المراه محقوره، درت كل شيء على ولادي كل شيء، كنتمنى فيهم شي حاجه اللي ما فياش انا، وجا واحد اخر ضيع لي بنتي في دقيقه، في دقيقه
قضية حما ما عرفش هي بشحال طلعت ما عرفش. انا راه من 13 عام وانا كنعاني وبقى لحد الان كنعاني مع ولادي. بغيت فين نشوف فين بعض الحاجه وين نشوف فين بزاف ديال الحوايج. جا هاد السيد هي دابا تضرب بقات كتخرج من حتى النعاس بقات كتنعس الماكله اقسم بالله ما كتاكل. الله ياخذ فيه الحق كما تعدى عليا وزعزعني الله يجعل مولانا ياخذ فيه الحق.